هذا تعريفه. خامس تطلع صوره شيء 11 نشوف الخامس. انت من احتمال تقول انا قاعد اتابع المواد مالي، زين ايش هتتابع؟ يلا هاي ابسط شيء، يعني هذا الطفل يجي يفوت يشتغل يطلع، انت ما تدير بالك، هو ما يعرف يقرا تمام ولا ما تمام، من يتحمل مسؤوليته؟ يعني مثلا مواد تطلع تنسحب من المحل، بس الساي ثاني ماده نفس الحاله تقول لي ما بدون علامه مادي بدون علامه يعتبر متخبر الطفل. هاي كنت انت هذا لحم المترم ليش بلا علامه؟ كنت معي اطباق ياكل هو عالم ياكل ما يضربك سماير مرتوح طلعوا هذول كلهم. يلا اخوي طلع لي هذول. اخوي العزيز تعال طلع من هذا الزيت ايش قصه له؟ والله يوم بيوم بس تعال شوف احكي لك على الزيت هسه جابه يوم بيوم بدي احكي عليه. هو جدري شلون؟ طاوش والله يلا حق طاوش وهاي جدري وما بي اي شرط طلع من يلا انت متجاوز وفوقاته هم جولة شعبة الرقابة الصحية الأيسر بدعم وإسناد من الأمن الوطني، مديرية الأمن الوطني في نينوى، وحسب توجيهات خلية الأزمة وتوجيهات دائرة الصحة نينوى وقسم الصحة العامة، وقمنا بمتابعة المحلات المختلفة الخاضعة للرقابة الصحية في مناطق الغابات والزهور وحي العربي، وتم العثور على بعض المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري وتم إتلافها آنيا، وحجزت بعض المواد لغرض إتلافها في التمر الصحي، ونرجو من إخواننا المواطنين الالتزام بالسلامة حفاظا على سلامتهم. دكتور رسالتك إلى أصحاب المطاعم وإلى أصحاب الجازينوات الموجودة داخل الغابات والزهور وبعض المناطق، الالتزام بمقررات خلية الأزمة للمصلحة الخاصة والعامة للجميع، والالتزام بالشروط الصحية حفاظا على سلامتهم. نشكر قناة الموصلية لمتابعتها لنشاطات الرقابة الصحية الأيسر.